يخرب بيت اهلك، انت ايه اللي جايبك هنا؟ اتقبلتي؟ جايه بيت اهلي وبالنهار كمان؟ مخك اتلحس ولا ايه يا بت؟ ما جتش ليه امبارح يا عابد زي ما وعدتني؟ انت يا بت مجنونه؟ مجنونه ابن عباس، وانت اللي جننتني. اظبطي يا بت بدل ما تظبطي، هبل مش عايز. قلت لك مليون مره وحذرتك ما تعتبيش هنا. في ايه يا عابد؟ انا جيت لك لما حسيت ان انت عايز تسلت نفسك مني بالطريق. بقول لك يا عابد، انت لو خلعت مني انا مش هقف اتفرج عليك من بعيد. انا هعمل لك فضيحه انت وابوك واجرسكوا واخلي اللي ما يشتري يتفرج عليكم. اللي في بطني ده مش هيتولد ويتقال عليه ابن حرام. انت جاي ترمي بلاك عليا؟ فكان هجيب ورا عليا الحلال اجيب رقبه امك وادخل فيك السجن. وبعدين هو انا غصبتك؟ عيل ايه اللي انت عايزه تبنيني بيه ده؟ يلا روح شوفي كنت سالحه مع مين غيري. يلا اخلص يا ابن الكلب، انا اشرب منك ومن اهلك يا تلمه الكلاب. يلا يا بنت من هنا. ماشي يا عيل. يلا يا بنت تستقوا عليا. والله العظيم بقسي بحقي، والله بقسي بحقي يا عيل. لا مؤاخذه يا عم بدر، الحموده مبهدلاني. الدكتور مانعنا ناكل كشري ومفيش فايده، مدمن يا اخي. الف سلامه عليك يا ريس عباس. بس هنعمل ايه في الموضوع بتاع سوزي؟ هي غلبانه ومش حامل فضايح. انت قلت اللي عندك وهي قالت اللي عندها. اقول انا بقى اللي عندي، مش اصول دي ولا ايه؟ اصول، اتفضل. لا مؤاخذه، انت بتعرفي ابني من امتى؟ داخلين على سنتين يا معلم. سنتين يا بدر، سنتين ومن ورا ظهري. يعني ما دخلتيش البيت من بابه، ضحكت على الوقت عشان متعلم وخريج جامعه. وانت حامل بقالك قد ايه؟ انا حامل في التالت. في التالت وبرضه من ورا ظهري ومخبيه عليا ان يبقى عندي حفيد. بص يا بت، عابد ابني ضربك على ايدك ولا خدك غصب عنك؟ لا يا معلم، بس هو وعدني بالجامعه. خلاص خلص الكلام. يعني انت حامل من ابني بقالك 3 شهور وبعد ما الفاس وقعت في الراس جايالي؟ ماشي، عشان عم بدر وعشان انا راجل حقاني، انا هجيب ابني واقرره واعرف اللي حصل بطريقتي، وتقولي بكره بعد العشاء. لو طلع كلامك صح هخليه يكتب عليك، عشان احنا ما بنرميش لحمنا. انما لو طلع كلامك غلط بقى استحمل اللي هيجرالك. عداني العيب يا عم بدر. عداك العيب يا ريس عباس. يلا سوزي، ميعادنا بكره بعد العشاء، قوم يا ابني. يلا. ايه يا الكلام اللي انت بتقوله ده؟ جوازي ايه؟ على الحال انزل اشوفها للصيف. بترمي بلاها عليا وانت مصدقها؟ اقف في مكانك، لو خرجت بره البيت هكسر رجلك. ما هو برضه يابا في مليون حل تاني غير الجواز. اسمع انا منك ليه؟ انا مش هسيبكم تبوظوا لي الرسم اللي انا راسمه. احنا كبرنا بس الناس بتكرهنا ومش عايزهم يكرهونا اكتر من كده، انما ما تفوتلكش في عرض وشرف. ضحكت على البيت وعشمتها بالجواز ولا لا؟ ها اتفضل اهو، البنت ما بتكدبش. خلاص يابا نرمي لها قرشين ونخلص. هي كلمه واحده، هتكتب على البنت ولحمنا هيبقى عندنا، وبعد كده بقى اعمل مبادله. انا ما برميش لحم في الشارع. عامل ربنا ازاي انا يا اخي في اخرتي؟ طب نتكلم يابا. مفيش كلام. ماشي اللي انت شايفه يابا، هتجوزها. ايوه كده يا عقل، وليك عليا يا سيدي مهرك وشبكتك على حسابي، عشان ما تقولش ابويا قصر معايا في الجوازه. مبروك يا دي عابد، هتبقى راجل ياد وتخلف لنا عيل وتخليني جد يا ابن الكلب.